رحب بالأطفال، قال للتلاميذ: دعوا الأولاد، دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد أو مثل هؤلاء الأطفال لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. كان بيهتم بالأرامل واليتامى، أرملة نائين أقام ابنها من الموت، تعامل مع المرأة السامرية، ما كانتش من شعب الله، كان في عنصرية لأن اليهود لا يعاملون السامريين، بل السامرية اعترضت على المسيح: كيف تطلب مني وأنت يهودي وأنا امرأة؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. الرب حول الاحتياج إلى الماء الجسدي إلى احتياجها للماء الروحي. تركت الجرة وركضت إلى المدينة قائلة: هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ بينما المتدينين كانوا بيدوروا على علة يشتكوا فيها على المسيح، هؤلاء السامريين اللي بيعتبروا بين قوسين مش من شعب الله استقبلوا يسوع ومكث يومين وآمن من تلك القرية كثيرون بالرب يسوع المسيح. المسيح كسر الحواجز بينها، يعني بين الرجل بين المرأة، بين اليهودي بين السامري، وهكذا رفع قيمة هذه المرأة.